بونسوار. بعد أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط تحت تأثير طقس مغبر ورطب حتى مساء بكرة الخميس، لأنه رح تبلش تدريجيا بالانحسار. أما بالنسبة لصورة شمسية اللي موضوعة لهالشهر الحلويات اللبنانية، اليوم صورتنا وصلتنا من فريد. رح انتقل لنشوف كيف عم تكون الحرارة ببعض العواصم العربية برجع بكفي على طقس لبنان. رح بلش مع الرباط 28 درجة، 27 بتونس، 29 درجة بالجزائر. بنتقل على بغداد مع 46 درجة، 36 بدمشق، 33 درجة بالقدس. الكويت 45 درجة، 39 بالدوحة، وبختم مع الرياض 41 درجة. برجع على طقس لبنان لبكرة الخميس، طقسنا مكفى غائم جزئيا وبتكفي موجة الغبار لتبلش بالانحسار ابتداء من بعد الظهر مع درجات حرارة عالية ونسبة رطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات، وهالشي رح يؤدي لسوء رؤية أحيانا. على الساحل الحرارة عم تتراوح بين 25 وال 34 درجة، بالجبل أقصاها عم توصل ل 33 أدناها لل 24، وبالداخل عم توصل الحرارة لل 36 درجة أقصاها. تفاصيل أكثر بنروح على الخريطة اللبنانية، ورح بلش من المناطق الشمالية. عكار 33 درجة، 34 بطرابلس، 32 درجة بالكورة، 26 درجة بالأرز. الهرمل 31، 30 درجة بالقاع ورياق، 32 درجة ببعلبك. من المناطق الشمالية بنتقل على جبال مع 33 درجة، 28 بميروبة، 33 درجة بجونية وبعبدة. بيروت كمان 33 درجة مع طقس غائم جزئيا، وبتبلش موجة الغبار بالانحسار ابتداء من بعد الظهر، 36 درجة بزحلة وشتورة، 35 بعنجر، 32 درجة بمشغرة. بنتقل على جزين ومرجعيون 30 درجة، 29 برشاية، 31 درجة ببنت جبال. بيت الدين 28، والمناطق الجنوبية صيدا صور وقانا مع 33 درجة. إذا كيف رح يكفي طقس 3 أيام اللي جايين؟ لبكرة الخميس بتبلش تنحسر موجة الغبار ابتداء من بعد الظهر مع حرارة بتتراوح بين 27 و 33 درجة. لنهار الجمعة بتنخفض الحرارة على 30، السبت بترجع بترتفع لتوصل أقصاها ل 32 درجة. حرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين 18 و 26 درجة. لهون بتخلص النشرة الجوية، بعتولنا صوركن على إنستغرام وعلى فيوتشر تي في أبليكيشن، وأنا بشوفكن بغير نهار وبغير طقس، بس أكيد بنفس الوقت.